بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، أهدى الله عليكم بالصحة والسعادة وراحة البال. اليوم لقد تم معي حوار جميل جدا مع قناة اسمها أمريكا بالعربية، ستجدونها إن شاء الله قناتها في الرابط في أول تعليق مثبت. أما الآن سأترككم لمشاهدة الحوار الذي تم معي ومناقشة كيفية أهمية رمضان في أمريكا. أتمنى ينال إعجابكم وتمتعوا بهذا الفيديو القصير يا رب. أوكي، أمريكا الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أمريكا عربية. أحب يعني أحب رمضان، وما شاء الله رمضان في أمريكا هو يعني سهل وصعب نفس الوقت، نظرت من صعوبة إنه حد يصوم وفي أمريكا، وأمريكا التاريخ الأمريكان بعرفوش شو هي رمضان، تمشي في العمل أوقات العادية من الصباح حتى المساء، العمل العمال الموظفين بيسيبوا للعمل، بكونوا صايمين والأمريكان بكونوا مفطرين، بيرجعوا بعد مرات بيرجعوا بعد الفطار أو قبل الفطار السحور. أسعار يعني الحمد لله، الطلاب بيسيبوا للمدارس بكونوا صايمين والطلاب بكونوا مفطرين، بكون هناك حياة عادية جدا. ومعظم المسلمين تتجمع في الجوامع حتى تشعر برمضان والسحور والفطور والموائد الرحمن. يعني رمضان جميل جدا بكل وقت، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. هل هنالك اختلاف بين رمضان في أمريكا وفي البلاد مثلا في مصر أو في بلدان أخرى؟ طبعا في اختلاف كبير جدا، يعني بين رمضان في أمريكا ومصر اختلاف كثير جدا. هنا في أمريكا احنا ما نحسش برمضان، إذا ما عملناش احنا زينة في رمضان وعلمنا أبنائنا الصوم ما فيش رمضان. فيجب تعليم رمضان من الصغر على الأم، تعليم أبنائها ما هو رمضان، كيفية الصوم، كيفية العبادة والصلاة والصوم. أما في البلاد العربية بكون مختلف جدا، يتعلموها في المدارس، أما هنا نعلمها إحنا لأبنائنا. أنا علمت ابني الصوم من 5 سنين، والآن الحمد لله هو يصوم رمضان كله بالكامل، ويذهب إلى المدرسة ولا السمر كام كله صايم الحمد لله. وشكرا لكم جزيلا، كانت معاكم أمان الترتيب ويسلم من قناتي، وجزاكم الله الخير وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم.